صباح الخيرات، صباح الأنوار من مدينة دوزلدورف، من شارع الملوك كونيكس ألي. هذا هو الشونزليزيه تبعنا. تشوفوا الماركات العالمية كلها موجودة هنا، ديور، خادة، فندي، كل شيء. ولكن هذا الشيء ما يهمنيش. اللي كيهمني من هذا الشيء هو كاين واحد المكان جميل كيف كتشوفوا أنا ومظلتي. كان واحد الكشك جميل، كان الزمان كان كشك لبيع الجرائد كيف كتعرفوا دائما، دابا ما بقاش لا جريده لا شيء، كل شيء ولا في التليفون. ولهذا انا الان نطلب عنده واحد الاسبريسو. شفت قضيت واحد الحاجه ورجعت، كتشوفوا هنا تودز بولغاري لويس فيتون. هذا انا احسن واحد فيهم هو هذا. هذا المكان جميل اللي كانت ممكن كان كشك اللي باع الجرائد، الان اصبح كوت موغن. الو اني اسبريسو فيتا تسميتني ليا زو. انا اخذ الاسبريسو ديالي جميل. صح ما سمحتش؟ شو دراي اورو بتاع شو نكفي؟ بلانجي شو Can get some of the plots? Here? Yeah. Nice. 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 Happy like März. März, okay. Was war, war Zeitung da? Was Zeitungsladen, ja? Ja, ja, ja. Schönen Dank. Danke. Danke. Danke auch. Und jetzt, ja, komm. Es ist so die Idee. Im Wutkum, ein Mekan, يتواجد في شارع الملوك او شارع الماركات لويس فيتون تيفاني. يعني هذا الشارع كيعجب الجميع خصوصا النساء، كيعجبهم هذه فيرزاتشي راه جاي لهيه. هذه في مدينه دوزلدورف، مدينتي الحبيبه اللي حياتي كلها فيها. ودابا نمشي الكافي ديالي مستر بينز كوفي. مره مره نشجعوا اصحاب المشاريع الصغيره. هذا هو الشارع ديال التسويق، كما قلت لكم في جميع الماركات العالميه والمحليه. هذا مول شادو اكادم اللي كيتواجد فيه ستاربكس، الجانب الثاني كيتواجد فيه ستاربكس. مكان مفضل للنساء، العشق تاع النساء زيفورا. غادي نشرب القهوة ديالي، جود باي.